سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه الحلوة اللي فيه. من يقدر مشاعر إنسان قضى 40 سنة في السجن ظلما؟ هذا ما سنشاهده. مشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحباء المشاهدين كل مرة تهتموا ترسلوا لينا، ارسل لي قصة عجبتك، قصة حياتك، اختبار من الحياة لنتمتع بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة، كمان عن طريق اليوتيوب قناتنا تقدر تعمل تحميل وتشاهد كل القصص السابقة. قصتنا النهاردة معاصرة جدا، حديثة. قصتنا النهاردة أيضا مؤثرة جدا. قصتنا بعنوان تظهر براءته بعد 40 سنة قضاها ظلما في السجن. قصتنا بتحكي عن كوامي أجامو، اعتقل وهو في 17 من عمره واتهموه بالقتل وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبعد أن قضى كوامي أجامو 40 سنة من عمره في السجن، ظهرت بعض الأمور في ملابسات قضيته ليتم فتح القضية من جديد وتثبت براءته ويتم الإفراج عنه وهو يبلغ من العمر 57 سنة. دخل شاب صغير 17، خرج 57 عاما، وعند دخوله كان عمره 17 عاما، فضاع من عمره 40 عام وهو مظلوم. وفي جلسة تبرئة كوامي أجامو في 9 ديسمبر سنة 2014، طلب منه القاضي ريتشارد بيكار أن يقول لهيئة المحكمة عن التعويض المناسب والذي يقبل به عن عمره، عن 40 سنة من عمره الذي ضاع في السجن. وحينئذ فوجئ الجميع بالتعويض الذي طلبه كوامي أجامو، حيث طلب من المحكمة أن يتم إعادة النظر في القوانين التي تسببت في اعتقاله وظلمه فقط. قال ما فيش حاجة تاني تكفيني، لأن 40 سنة من حياتي ما فيش حاجة هتعوضها. فلم يطالب أجامو أن يتم تعويضه بالمال لو طلب أي مبلغ كان دهوله، وقد طلب هذا الطلب أنه يعادل النظر في القوانين والدموع تنزل من عينيه وهو يبكي على عمره الذي ضاع بين جدران السجن وهو لم يفعل شيء وقتها. حينئذ تركت القاضية باميلا باركر منصة القضاء لتعانق أجامو وهو يبكي. وبعد الانتهاء من الجلسة صدرت الأوامر من البيت الأبيض بسرعة تشكيل لجنة من القضاء والمستشارين ليقوموا بإعادة النظر في القوانين التي تسببت في اعتقال أجامو وبقاء 40 سنة في السجن ظلما. ولم يتم الأسبوع الأول من خروج أجامو من السجن حيث تفاجأ بالرئيس الأمريكي باراك أوباما يزوره في منزله ومعه أسرته ليتناولوا عشاء أعدته السيدة الأولى زوجة باراك أوباما. قصة مش عايزة كلام، قمة التأثير. وعلى رأينا في المثل المصري بيقول لك ياما في السجن مظاليم، صح. أستكمل معك هذه القصة اللي بعنوان تتم تبرئته بعد 40 سنة قضاها في السجن ظلما، بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو غسان جرجيس وابنه جورج جرجيس والخادم والأسيس والشريك لينا دايما بيتر أنيس. ابقى معنا ما بعد الترنيمة. كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سنين، من هزأوا من إيماني برب المجد، كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات.
أشاع أن الله بعيد بعيد كما السماوات كذبوا كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سنين من هزأ من إيماني برب المجد كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للزاد وأشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال وإلهي في قربي يشبعني بالحب فإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال والله يحميني إذا سأت بي الأحوال والله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال والله يحميني إذا سأت بي الأحوال وإلهي في قربي يشبعني بالحب وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الآب الأطفال الناس اللي بتقول إن مفيش ربنا دول كذبوا كانت الترنيمة الرائعة مع أخونا غسان جرجيس وابنه جورج جرجيس والخادم بيتر أنيس في هذه القصة المؤثرة اللي بعنوان تتم تبرئته بعد 40 سنة قضاها ظلم في السجن عن كوامي أجامو الأمريكي اللي اتسجن 40 سنة كوامي أجامو اعتقل لما كان سنه 17 سنة ظلما لما كان سنه 57 سنة بعد 40 سنة اكتشفوا القضية اتعادت ظهرت حاجات جديدة واكتشف انه بريء تماما وقعد يبكي وهو طالع فقالوا له ايه اللي ممكن يعوضك اطلب فلوس اطلب ارض اطلب اي حاجة قال لا انا اطلب تغيير القوانين اللي ضيعت 40 سنة من حياتي علشان ما فيش حد غيري يحصل معاه كده نزلت القاضية واحتضنته والدموع تنهمر من عينيه وعينيها ايضا وهي تبكي على العدالة طبعا عدالة الأرضية المكسورة وزاره الرئيس باراك أوباما مع زوجته وصنعوا له عشاء جميل في بيتهم عايز أشاركك في القصة الحقيقية دي في 3 كلمات مهمين جدا يا رب يكونوا رسالة ليك الكلمة الأولى عن الظلم في عالم الشقاء العالم اللي احنا فيه ده مليان ظلم وإذا أنت مظلومة أو أنت مظلوم أو أنا مظلوم خلي بالك من الكلام اللي بيقوله كلمة الله أجمل حاجة تعرف الكتاب المقدس بيقول إيه عن موضوع الظلم في ظلم طبعا في ظلم طب أعمل إيه ده اللي هنتكلم فيه الظلم في عالم الشقاء وعايز أتكلم كلمة عن قوانين الأرض وقوانين السماء في قوانين في الأرض كتيرة ظالمة وما فيهاش عدل
ثم أخيرا زيارة ملك الملوك أم الرؤساء. هل فرح الراجل بزيارة باراك أوباما ومراته؟ أكيد، بس في زيارة أعظم وأجمل. أول حاجة عن الظلم، إن الظلم بيملأ العالم. في تكوين 6 وعدد 11 يقول امتلأت الأرض ظلما، وده كان السبب. الظلم اللي كان أيام نوح كان السبب لنزول الطوفان. المسيح بيكلمنا في لوقا 16 عن قاضي اسمه قاضي الظلم، زي القاضي اللي حكم عليه 40 سنة ظلم. والمال اسمه مال الظلم في لوقا 16:9، وبيتكلم اذهبوا عني يا فاعلي الظلم الرب يسوع في لوقا 13:27. والأجرة اللي أخدها يهوذا علشان يسلم المسيح في سفر الأعمال صح 1 وعدد 18 اسمها أجرة الظلم. والكلام اللي بيتكلموه البشر اسمه كلام الظلم في مزمور 73 وعدد 8 أساف سماه كلام الظلم. وتكلم سليمان في جامعة 4 عن دموع المظلومين. وفي مزمور 10 وعدد 7 بيتكلم عن فم الظلم، الناس اللي بتؤمر حاجات ظلم. وفي مزمور 69:4 يقول لك أعداء الظلم. المهم إن الظلم مال العالم من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤيا في كلام عن الظلم. فإذا أنت بتصرخ ومحدش سامعك مظلوم، مش طبعا بالضحك مظلوم يا بيه، لا أنت فعلا مظلوم أو مظلومة، عايز أقول لك ده شيء حقيقي موجود في العالم. طب وأنت هتقول لي طب وإيه التشجيع في كده يعني؟ طب ما أنا عارف إن أنا مظلوم. لا، خد اللي بعدها. رغم أن الظلم يملأ العالم، الله ليس بظالم. ركز في دي، أرجوك اعرف الكتاب بيقول الله ليس بظالم في عبرانيين 10 وعدد 7. الله ليس بظالم، يعني لما تقول ربنا ظالمني أقول لك غلط. وبرضو في سفر في رسالة روميا وأصحاح 9 مكتوب كده، ألعل عند الله ظلما؟ يرد يقول حاشا، الله مش ظالم. أيوه الظلم بيملأ العالم، بس الظلم مصدره الشيطان والناس. يعني لما تقولي أنا مظلوم أقول لك صح، العالم مليان ظلم أقول لك صح، هتقولي ربنا ظالمني أقول لك غلط. طبعا هترد عليا تقولي يا عم إزاي، ما هو ربنا رئيس العالم. مين قال لك إن ربنا رئيس العالم دلوقتي؟ المسيح 3 مرات يقول في إنجيل يوحنا إبليس رئيس العالم يأتي. لسه العالم وضع في الشرير، يعني زي عملة كده مثلا جنيه ولا 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 دولار معدني وترميه في كوباية مية، أهو العالم اتحط في الشرير. فالظلم يملأ العالم والله ليس بظالم. لكن حاجة التالتة واللي بتشجعنا، الله فوق المظالم. يعني إيه؟ يعني ربنا أكبر. في مزمور 146 وعدد 7 بيقول المجري حكما للمظلومين. هو الراجل اللي طلعه. هتقولي بس 40 سنة؟ أيوة، اللي ربنا اللي فتح الباب وخلى القضية تتعمل من تاني علشان يظهر جامو أكومو اسمه كوامي أجامو يظهر أنه مظلوم طبعا. فالله فوق المظالم. في مزمور 103 الآية دي مشهورة، الله مجري الحكم والقضاء لجميع المظلومين. ما تخافش، في وقت هيظهر الظلم. طبعا اتكلم سليمان كلام مهم جدا عن هذا الأمر ومحفوظ لأغلبنا. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر. ما تخافش ليه؟ لأن فوق العالي عاليا والأعلى فوقه ما يلاحظ. جمع 5:8 في مزمور 105 وعدد 14 آية بحبها قوي، بيقول كده لم يدع إنسانا يظلمهم على مسحاء الرب، لم يدع إنسانا يظلمهم بل وبخ ملوك من أجلهم. يعني حتى لو اتظلموا فترة لكن هيوبخهم. آخر حاجة أو الحاجة القبل أخيرة مشجعة جدا، إيه؟ المسيح بالظلم عالم، مكتوب عنه في أشعياء 53 ظلم أما هو فتزلل. يعني اركع له قول له يا رب، يا رب أنا مظلومة، قولي له أنا مظلومة ومحدش شاعر بيا، صدقيني يرد عليك يقول لك أنا حاسس. تقول لي إزاي؟ هو ظلم، ظلم عما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزير. الحاجة الأخيرة، المسيح الظلم والمسيح القادم. هينتهي الظلم في رؤية 22 آخر أصحاح في الكتاب، وعد 11 بيقول لك من يظلم فليظلم بعد، من هو نجس
فليتنجس بعد لأني أنا آتي سريعا. يعني الظلم بيملأ العالم، الله ليس بظالم، الله فوق المظالم، المسيح بالظلم عالم، لكن الظلم نهايته لما يجي الرب يسوع المسيح. أرجو أنك تكون عرفت الحكاية دي، وتكون وانت مظلوم بتقول له أيوة أنت فوق العالي، فوق العالي عالي والأعلى فوقه ما يلاحظ، أنت شايفني يا رب، ولو لي 40 سنة مظلومة تدخل. الظلم في عالم الشقاء. لكن النقطة التانية السريعة، قوانين الأرض وقوانين السماء. قوانين الأرض كلها ظلم، بس هذا الكتاب العظيم في ناموس الرب أو قوانين الرب، صدقني مش بدافع عنه، أحلى وأعظم قوانين. بص يقول لك ناموس الرب أي قانون الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت الأبد، أحكام الرب حق وعادلة كلها، مزمور 19 من عدد 7 و9. يعني لما العالم يظلم ارجع للكتاب وقول له رأيك ايه يا رب، هتلاقي ان كلام ربنا عمره ما كان في ظلم. الظلم في عالم الشقاء، ثم قوانين الأرض وقوانين السماء، وأخيرا زيارة ملك الملوك أم الرؤساء. أنا متأكد طبعا أنه شرف كبير لي، بغض النظر عن الاختلاف عن شخصية باراك أوباما، ناس بتحبه ناس بتكرهه، بس هو مش رايح بشخصنته يعني كشخص، لا رايح باعتباره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حاجة جامدة. هو ومراته بيزور الراجل في البيت، حاجة فخر، ملة الجرايد والتلفزيونات والسي ان ان والبي بي سي، والدنيا اتقلبت صحيح. بس في زيارة أجمل أكيد، أتمنى أنه هذا المظلوم يكون الرب زاره فعلا. يوم ما ربنا يزورنا زيارة خاصة، هتقول لي تقصد في السماء في بيت الآب؟ يعني مرات باراك أوباما عملت أكل وودته له البيت. المسيح قال كده، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أيوة أدخل إليه، وهو اللي جايب الأكل معاه زي ما عملت مرات باراك أوباما، أتعشى معه وهو معي. قال المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان. يعني في زيارة، لا مش زيارة، ده إقامة في بيت الآب إلى أبد الأبدين. هتقول لي طيب يا عم ربنا يحيك ويحينا بقى لما أروح السماء، لا وين على الأرض. اسمع هذه الآية اللي أختم بها كلامي، أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي، مش باراك أوباما ومراته، ده الله الآب والله الإبن والله الروح القدس، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا، يعني نعمل بيت عنده. أنا بدعوك في هذه الحلقة، إذا شعر بالظلم ارمي ظلمك عليه وثق في ربنا، إذا متضايق من قوانين الأرض انظر لقوانين السماء والكتاب، وإذا منتظر زيارة رئيس أرضي قل له لا يا رب أنا هفتح الباب وادخل لي، أنت يا ملك الملوك ورب الأرباب زورني زيارة خاصة دلوقتي يا رب، بيتي محتاج لك، قلبي محتاج لك، عيالي محتاجينك، كنيستي محتاجة لك، بلدي محتاجة لك. صدقني لو صليت وطلبت الرب يسكن في حياتك يمتعك بأفراح وشبع إلى أبد الأبدين. واظب على وصاية النعمة الخمسة، يقرأ الكتاب المقدس كل يوم، ارتبط بكنيسة محلية، صلي، اقطع الماضي واشهد للمسيح، وابعت لنا أخبارك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.